مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من رح نبقى سوا ونواكب فين خلالها كل التطورات على صحتنا المحلية، خاصة خلال هذا الأسبوع كتير من العناوين السياسية اللي طبعت هذا الأسبوع من عودة مجلس الوزراء للانعقاد بعد انقطاع قصري دام 3 أشهر إلى الورقة الكويتية اللي سميت من البعض بمبادرة ومن البعض الآخر بدفتر شروط، أكيد إلى مسألة اتخاذ الحريري تعليق العمل السياسي والتمني على تيار المستقبل أيضا مجاراته بهذا القرار، إضافة للمسألة الاقتصادية اللي راوح مكانك، أم هناك تطور نتيجة المناقشات اللي عم بتصير داخل مجلس الوزراء وتحديدا حول موازنة العام 2022؟ هيدي العناوين وسواها رح نناقشها بحلقة الليلة مع ضيفنا وزير العمل مصطفى بيرم. مساء الخير معاليك وأهلا صنوف. وسهلا فيك. لألي كل المشاهدين شرفتنا بالاستوديو، شكرا شكرا لحضورك، شكرا وإن شاء الله نقدر هيك نجاوب على أسئلة كتار من المواطنين اللي عم بيواكبوا عملكم بالحكومة، أو إذا فينا نقول عودتكم لا مجلس الوزراء. هل فينا نقول هذه العودة مؤقتة فقط لا تطلع الموازنة وبعدين نرجع لبعض المشاكل والمناوشات وتعليق العمل؟ لا لا، عودة لأنه مرتبطة شوفي لوضح لك إياها، يعني هي مسألة نحن ما بنعتبر نحن اللي وقفنا الأمور، نحن كنا عم نعمل حالة اعتراضية على إشكالية دستورية معينة، أنه تم خرق مبدأ فصل السلطات وتم تجاوز هذا الموضوع، طبعا مش حقوغل كتير لأنه صار مفترض يصير ورانا، وبالتالي لجأنا إلى الأساليب القضائية، إلى الأساليب الدستورية، إلى الأساليب الاعتراض المدني بالشارع السلمي المنظم وكذا، فكان ما كان. وبالتالي وجدنا أنه مؤسسة مجلس الوزراء ما قدرت، يمكن حاولت توقف هذا السياق من المواضيع، عندما لقينا أنه الأمور ما لح توصل لمطرح، والظرف الاقتصادي والاجتماعي يحتم علينا أنه كلنا سوا نتحمل المسؤولية، كان هذا القرار بحد ذاته إيجابي. هون السؤال، أنه الظرف الاقتصادي والاجتماعي مش مستحدث يعني؟ لا مش مستحدث، بس ولكن عندما أنت تلاقي أنه بطل في وسيلة بدك تحقق هدفك، يعني أنت ما بتعملي خطوة من أجل الخطوة، الخطوة هي بخدمة هدف، عندما تلاقي أنه هالخطوة ما لح تخدم لك الهدف، أنت بدي يكون عندك جرأة تحمل المسؤولية، وفيك تسميها تراجع، مش غلط بسميها تراجع، الإنسان بيتحمل مسؤولية عمله إذا بدي سميها هيك، مع العلم عندنا وجهة نظر مغايرة، بس ولكن مجرد العودة وهي من أجل مصالح الناس، لأنه كلنا سوا بالهوى سوا مثل ما بقولوا، ورح نبقى سوا عنوانك، فلازم كلنا سوا نبقى سوا، صح؟ إن شاء الله أكيد شاء الله. نبقى سوا وباتفاق، وبالتالي أكيد باتفاق. أكيد وبالتالي العودة، لا العودة مستمرة، ولأنه كل القضايا هلا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، لنقدر كلنا سوا نحاول إنه نحمي سفينة الوطن قد ما فينا. وكأنه العناوين الخلافية ترحل عن أجواء مجلس الوزراء إلى حد القول بأنه كل شيء متفقين عليه بنحكي فيه بالتفاصيل. يمكن هون في أخذ عنوان أو مثل قصة صلاحيات المطلقة لوزير المال، نزاح هذا الموضوع، ما رحلناها، سحبت المادة، ما رحلناها لانه سحبت، يعني سحب فتيل اي مشاكل ولا كيف؟ ما في بصراحه، خليني اكون واقعي وشفاف، أكيد. الجو كتير منيح، يعني نمط الحوار اللي عم بصير كتير محترم راقي، كل وزير عم بيدلي بدلوه، عم بيقدم وجهه نظره، يرد عليها بوجهه نظر اخرى، رئيس الحكومه، دوله رئيس الحكومه عم بيحاول يدور الزوايا بطريقه كتير سلسه، بصراحة ما في تشنج. نعم أنا بقول لك مسألة وجع الناس مخيمة علينا، سواء اختياريا أم جبريا، لأنه لم نعد نملك طرف تجاوز هذه الحيثية الأساسية في الحراك الاجتماعي اللبناني، ولذلك طبيعة الحوار عم تكون كتير منيحة، وبس لو وصلنا لهي المادة وزير المالية قال يا إخوان بلاها، وانا اصلا ما بدي اياها، وعم تحملوني حمل ما بدي، فضلا عن انها ما بتمشي، يعني نحن كنا ناطرين اذا بدها تطرح، كنا يعني ما يعني مطلب غير قانون غير دستوري انك انت تعملي صلاحيه تشريعيه بوزير واحد بغض النظر شو كانت الاسباب، لا
مهما كانت. كانت الأسباب؟ كانت الأسباب إنه من باب المرونة، من باب إنه ما نفوت بالروتين وما الروتين. حتى لو في هذه الأسباب، لكن ما فينا نحن نجي نعمل هذا المستوى من الصلاحيات لوزير، طبعا مع احترامنا لشخصه ولأي وزير آخر. ما فيك تروح تعمل صلاحيات تشريعية لوزير واحد. هذا أمر عم تم اختزال كافة الوزراء، خاصة أنه هو البند الأساسي هي القصص المالية والمعيشية والاقتصادية. وإلا لشو مجلس وزراء؟ صحيح، عم تختزلي أول شيء وزراء، وكمان صلاحيات تشريعية إلى يعني فيها مشكل بصراحة. لذلك نوعية الحوار، لا أنا لا أوافق على الرأي اللي عم بيقول أنه عم نرحل هاي الأمور. لا بالعكس، الأمور اللي بعد المعطيات مش مكتملة فيها عم نرحلها بناء على المعطيات. يعني مثلا ناقشنا المادة 135 عم تحكي عن المساعدة الاجتماعية للقطاع العام. الصيغة اللي كانت مطروحة، يعني أنا عم بحكي عنها لأن أنا معني بهذا الموضوع، لأنه أنا كنت باللجنة سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام. أنا ابن الإدارة، ويعني مثل ما بقولوا هيدا الشيء بيسهل طبعاً، بيسهل أنك تفهم الأمور وتاخد القرارات اللي بتصب بصالح الموظفين. وبحكيك بصراحة، القطاع العام هو الأكثر تضرراً في هذه الأزمة. يمكن قبل كان عنده نوع من الاستقرار بشكل عام، لكن بعد هالسنتين القطاع العام هو الأكثر تضررا. ليه؟ لأنه انت معاشك ثابت، صحيح، أما المتطلبات الحياتية والاقتصادية تضاعفت أضعافا. مسألة الاستشفاء هي الكارثة الكبرى حقيقة، فأكثر طرف متضرر هو القطاع العام. وأهمية القطاع العام، على الرغم أنه في مشاكل بالقطاع العام تحتاج إلى عملية نقد علمية هادئة ضمن رؤية متكاملة، لكن خلينا نقول أن القطاع العام أهميته أنه حافظ على الدولة اللبنانية حتى في الحرب الأهلية. يعني اللي حافظ على شكل وهيكل الدولة اللبنانية وجمع اللبنانيين بمقدار معين في لحظات الفصل، اللي عمل نوع من الوصل، هو القطاع العام. ولذلك القطاع العام مهم جدا وتجربة غنية، وهذا على القليلة أنه بالقطاع العام خلي نحس بولاء للدولة، نحس بولاء للمؤسسات شوي. يعني فهذا لعله يساعد بشكل كبير. تعرف معاليك، هيدا عنوان أساس. نعم. رح نطرق له بتفاصيله. بس كنت عم بقلك أنه بالقطاع العام بهالمادة ما رحلناها لأنه خلافي، لا قدمت اعتراض وافقوا الجميع عليه بما فيهم دولة رئيس الحكومة، أنه المتقاعدين في ظلم لألون عم تروح صحيح 50%. مزبوط. صحيح نحن مش عم نعمل رواتب جديدة، بس بالمساعدة الرسالة اللي عم بقدمها للمتقاعد رسالة سلبية. سلبية لا، لأنه هذا إنسان أفنى حياته في خدمة الإدارة اللبنانية، ما بكافئه بهالطريقة. اثنين، إذا بده يروح يشتغل مش كلهم صحيح لهم بعد يشتغلوا. الأمر الثالث، عم بعطي رسالة للي بعده بالإدارة، روح شوف شو عملت باللي قبلك، أنا أنت جايك هذا الدور. لا، هيدي رفضناها. يعني تقيس رفض قاطع. قرار تقيس للموظف. يعني رفضناه بشكل كبير. مش بس هيك عم ترفض. نعم. أنا عرفت أنه عم بتكون الوزير المشاكس بجلسات مجلس الوزراء، تحديدا بمسألة الموازنة، نصرة للناس تحديدا. نعم. الموظفين، بإطار أنه ما يكون في أرقام مشحفة وضرائب. نعم. بتخلي المعاناة أسوأ. صح، عم كون هيك، بس خليني كون منصف. بقية الزملاء البركة فيهم حقيقة يعني ما عم نكون أقله بحسب اللي عم شوفه. لا، عم بيكون في فريق. هلا نعم، يمكن قدرتنا على التعبير ممكن تساعدك أكثر، تعلي صوتك بشكل أكبر، تعلي صوتك بالمعنى تعلي الفكرة، هذا المقصد، وليس تعلي صوت. إنه هذا نعم عم نواجه هذه المسألة. يمكن أنا ابن هالبيئة، ابن بيئة الناس، ابن بيئة الإدارة، فبقدر بفهمها بشكل كتير كبير. بس لكون منصف، بقية الزملاء عم بيكون فيهم الخير والبركة، وحتى رأي دولة رئيس الحكومة حقيقة، لكون منصف. هلأ يمكن الأسلوب بيختلف بين حدا وحدا، طريقة التعبير، طريقة كذا. طيب بس هون يعني كأنك عم تعطي تطمينات، خاصة أنه أكثر من حدا كانوا بالمسؤولية أو كان من الرأي العام عم بيعلوا الصوت أنه هذه الموازنة لا تحاكي أوجاع الناس، بل عم بتزيد من وجع الناس، وأنه رح تكون نتائجها تقيلة كثير. لا، شوفي، يمكن نحن نطرنا، صرنا عاملين شيء 4-5 اجتماعات. في بتتكون رؤية عندك. لا، ما في تحميل للناس بصراحة.
يعني مش موافق على هذا المصطلح. تبكيف الدولار الجمركي. اوكي. هيدا شوفي طريقة غير مباشرة. لا لا لا, 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 لا. الناس عم تفكر انه الدولار الجمركي يعني كل شيء رايحين ضاعفه ونضربه باضعاف مضاعفة. لا, الدولار الجمركي محصور بجزئية محددة. بجزئية محددة اللي هي انه في تجار عم بيجي يشتري بالدولار وعم بيبيع بدولار السوق. وعم بيروح يدفع الضريبة للدولة اللبنانية على 1005. جاي الدولة عم بتقول له انت طالما عم تستفيد من مسألة الدولار بعملية ربحك, انا جاي اعمل دولار جمركي فوته بطريقة ربحك, حطه ضمن اطار ربحك لانت تتشارك معنا على قاعدة الغرم بالغنم. يعني هاي رح تصيب التجار وارباحهم وليس نعم. المواطن الا اذا كان في فوضى وغلوا الاسعار. بحجة لازم... انه الدولار الجمركي غلي لانه انا ما غليت عليه. نحن ما عم نغلي عليه للتاجر, ما هو اصلا عم بيجيب بالدولار. عم نشوف الوضع نحن اذا بدنا نبلش بالسوبر ماركت وجد شفنا شو صار بالاسعار. مزبوط. خليني اقول لك بس شغله, انت اليوم امام موازنه ما فيها ديون لتروح تمولي الواردات مثل ما كان يصير قبل. يعني نحن مثل ما بقولوا على بساط واسع مفتوح عم نحاول ندور الزوايا, لكن بهول اربع ايام نجحنا بالغاء اكثر من ماده وبطريقه اجماعيه. خلينا نذكر خلينا نذكر يعني مثلا نحط واحدة من المواد كانت عاملة إشكالية كبيرة, إنه هي الهدف منها إنه يشجعوا الدولار يرجع يفوت إلى البنك, نعمل إعادة ثقة بالقطاع المصرفي. أوكي. إنه اللي بحط من تاريخ نشر هذا القانون الأموال تبعه بالدولار بيسحبها بالدولار. أوكي. يعني طيب هون في سياق خليني سلم انه الناس تصدق. لا, نحن لانه التجربه سيئه. ليش؟ لانه اولا مش هيك انا برجع الثقه بالقطاع المصرفي. ما هي الثقه بالقطاع المصرفي؟ هو قوص على حاله, هو اساء الائتمان معي. انا كمواطن عندما روح حطيت مصرياتي بالبنك, انا شو ذنبي بمشكله بين المصارف وبين مصرف لبنان وبين مصرف لبنان والدوله والسياسيين؟ يعني مصرف لبنان كان يفرض على المصارف انه يمولوه بالدولار عبر هندسات معينه كمان خدمهم فيها, وهو كان عم يخدم عمليه الطبقه السياسيه الموجوده, ونحن ما زلنا باقتصاد ريعي. هذا الريع عم بيوزعوا عليهم. اوكي, عملوا هيدا يعني هالسلسله هاي اللي وصلتنا الى ازمه. بس مين الطرف الاضعف فيها؟ الذي لم يكن على علم بهذه العلاقه الملتبسه هو المواطن. اذا انا مش ذنبي, انا حطيت مصرياتي بالبنك. أوكي. انا ما بعرف شو عنده سياسات البنك مع مصرف لبنان, وما بعرف مصرف لبنان شو عم بيعمل. مش شغلتي اعرف كمواطن. انت عليك ترد لي مصرياتي. طيب اذا بدي ارجع الثقه بالقطاع المصرفي, يا قطاع مصرفي انت بدك تعمل خطوات تبلش ترجع لي الثقة فيك. هذا واحد. اثنين, انا ما بيجي بقارب هالمسألة المهمة جدا بإطار جزئي تجزئي تفكيكي. لا, انا بدي قاربه بصورة متكاملة. فما بيجي بجيب مادة هون بمرقها من بهالطريقة, بمرقها هون مواد عم بيشتغل على القطعة. لا, ما فينا نمشي هيك. هذا واحد. اثنين, طيب اوكي, انت عم تعطي تطمينات لمن يضعون اموالهم حاليا. طيب الذين وضعوا اموالهم وذهبت وحجزت اموالهم شو حكمهم هون؟ شو حكمهم؟ لا, حتى لو كانت النية منيحة ما منشتغل هيك. نحن منشتغل بنصوص. أنا ما بحاكم نوايا. النص ملتبس إلى فترة ما قبل. هيدا رأي مجلس الوزراء مجتمعا. نعم, بالنهاية صح. خلص, أوليات المادة. أوليات المادة طبعا. أوليات المادة, وإلا نحن كنا لنكون لح نكون بالمرصاد, وكنا بالمرصاد فيها ورفضناها رفضا قاطعا فسقطت. وهذا مثلا هي عينة. هيدا من الأمور. في بعض نعم. غيره مثلا من المواد اللي سحبت كمان مهمة. بس في كمان علامة استفهام على المواد المحطوطة, أنه ما في ضرائب على اللي عندهم أموال كتير. على يعني كأنه الفقير والغني بيدفع نفس الضريبة, أو حتى لا. على الفقير أكثر من الغني. لا. قصة شركات الأوفشور. قصة الأملاك البحرية. الأملاك البحرية. وكل هالأمور. الأملاك البحرية. مين كان أي سياسي كان يتجرأ, أي وزير كان يتجرأ يقرب صوب الأملاك البحرية؟ وإذ حكم الصديق هيدا بس بينت الصديق. أنه الأرباح ما كتير. لا لا, كانت. الصديق الزميل الوزير علي حمية طحشته. هن بيجوا أصحاب الأملاك سنويا بياخدوا رخصة لتجديد الصيانة. صحيح. أبلغهم ما ممكن جدد الصيانة إلا ما تدفعوا المترتبات عليكم. بس اتصالات. زهيدة. لا, هون المشكلة. لا منا زهيدة أبدا. الأرقام ما لا كانت أثبتت زهيدة. قبل ما فات كتير أموال. لا على الموازنة. لأنه ما كان حدا يدفع. المحطوطة. ما كان حدا يدفع. الآن ألزمهم. ما في إحفاءات بهذا الموضوع.
ومشيها وعملنا هذا التعديل وعملنا هذا التعديل وكرسنا هذا التعديل وكان حاز على موافقة الجميع. ما في نية برفع يعني الأموال اللي لازم كمان يدفعوها بلا سنوياً؟ بلا طبعا هيدي ممكن تصير بهيدا الموازنة طبعا. عملنا شيء اسمه طبعا عملنا شيء اسمه خليني أقول رحنا عدلنا بالمطرح الضريبي. لابد من ضرائب ورسوم بالدولة، بس فرق ما روح حطها استسهل إنه حطها على المواطن. نحن ما بنقبل بهذا الموضوع. عندما نقول نحن عم نعبر عن موقفنا، هذا لا يعني إنه نحن عم نبخس حق الآخرين. يعني نحن نحن نمثل جهة. عندما أقول نحن رفضنا، يعني هون عم تحكي عن الثنائي نعم. حزب الله أمل نعم. تحديدا بس أكثر أنا والدكتور علي حميد بشكل أكثر بشكل يعني أكثر. محددة نعم. كشخصين بالوزارة لأنه نحن يعني في عنا متابعات حساسة تحصل يعني نحن أصلا وزير حمية طحش نعم. منيح بالمشاريع يعني نحن وزيارات نحن عمليا نحن عمليا من كأنه منناقش الموازنة مرتين يعني مرة ضمن أطر محددة علمية معينة أخصائية معينة ومرة ضمن الأطر الرسمية اللي عم نناقشها ومرة ضمن التصدي لأي تمريرة طبيعي. فخليني بس كم ملاحظة عندما أقول نحن تصدينا أنا حقي أحكي عن نفسي حقي أحكي عن جهتي ما معناتها عم ببخس حق سائر الجهات أو سائر الزملاء لا حتى تكون مفهومة بس خليني أقول يعني تحديدا نعم. حزب الله نعم. في أوكي. الحكومة نعم. نعم. عم بيشتغل بهذه الطريقة نعم. مش هيك بدك توصل صحيح. الفكرة تقريبا أوكي. هيك تقريبا هيك طبعا في تنسيق مع الثنائي وفي تنسيق مع آخرين أكيد من حلفاء ومن أعزاء بس ولكن بالنهاية في موقف بيكون خاص فيك بهذا الموضوع هذا الموقف الرئيسي نحن لأنه يعني عمليا احنا نبض الناس عمليا يعني احنا من الناس مش احنا مش من الطبقه نحن لسنا من الدوله العميقه احنا مش من الدوله العميقه يعني تاريخيا بلبنان بدي افتح هلالين لبنان كان الذي ياتي بطبقه الوزراء والنواب هي الدوله العميقه وبالتالي ياتي الوزير والنائب اللي هو عضو مجلس اداره بشركه اذا هذا بده يشرع لمين بما يخدم بعض اصحاب النفوذ اللي هن يشكلون الدوله أصحاب العميقه نعم نحن هون ما بيمشي الحال معنا هيك لا ترغيبا ولا ترهيبا ما عندنا شيء نخسره لسبب بسيط لسنا من هذه الطبقة طبعا أنا ما عم بسيء أنا عم بوصف لسنا من هذه الطبقة نحن من طبقة الناس وعندنا ثقتنا وعندنا موقفنا وعندنا شفافيتنا ساعت لنا نحن منناقش هيدي الأمور منناقشها بطريقة علمية وبطريقة الدليل نحن من مدرسة أبناء الدليل أينما مال نميل نقدم رأينا باحترام لسنا بموقع نعلم على حدا ولا نسيء لحدا ولا نعمل مهاترات مع حدا والفريق الوزاري نسبة التجانس فيه كتير منيحة رغم تعدد الآراء بشكل منيح وهذا عم ينعكس إيجابا طيب هون في يكون رحنا عملنا تعديل بالرسوم الرسوم عدلنا المطرح الضريبي تبعها بعطيك نماذج أكيد يعني مثلا الوزير حمية كان عنده مثلا بعض الرسوم بالمرفأ بعد 800 ليرة بخدمة سفن بعدها رسوم بتفوتي على صالون الشرف بالمطار بتدفع 200,000 مثلا الخدمة اللي بيقدموا لك إياها بتكلف مدري قد لا راح عدلها فتحت الباب أغلى إذن هاي ما بتطال المواطن ما بتطال المواطن هيدي عملت وهيدي عملت دفق كبير بالواردات لم يكن بالحسبان إذن هذا بيساعدنا لنروح نقارب ملفات أخرى يعني إذا أنا رايح بكرة التنين لحنقارب المساعدة الاجتماعية للقطاع العام كنا على أساس أن الدراسة تقول أنه هيدي التكلفة 11,000 مليار مع بدل النقل صح طيب بدك تجيبي من بدك تجيبي واردات من وين أوكي يعني ما تكون وعود نعم وبعدين بالزبط. ما نقدر ننفذها صح قدم رؤيته وزير المالية لكن بعض هذه الأرقام جزء منها دفتري يعني على الورق هي لم تتحقق بعد واقعا صحيح. وبدي ضمانات لأنه تتحقق واقعا والتجربة بلبنان مش كتير مشجعة بهذا الإطار طيب نحن رحنا ببعض التعديلات التانية رحنا عملنا دفق من الواردات بتريحنا بكرة بالنقاش فوتنا واردات لم تكن بالحسبان لم تكن بالحساب الرقمي الأرقام نعم. اللي نحط الدفترية بتأمن نسبة كبيرة جدا من الأرقام تقدر تريحنا بشكل كبير من النقاش أيضا بوزارة العمل كيف تصرفت بوزارة العمل عملت تعديلات ببعض الرسوم كيف؟ بما يعكس أمرين حطيت معيارين يجب على الرسوم الجديدة أن تعكس سياسة الوزارة طيب شو سياسة وزارة العمل؟ أنا أطلقت شعار حماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة الأجنبية هذا تأكد عبر القرار 96/1 حصرنا 126 مهنة باللبنانيين بدي كرسه بقرارات أخرى
بالقرارات الاخرى، علما انه كان في كثير لغط على اللي عملته بقصه الفلسطينيين. نامت نامت لانه تبين ما في شيء، ما في شيء، ما في هدف ثاني. لا ما في شيء. رح احكي عن وزاره العمل بمحورنا الثاني. لا اختم الفكره بس لاقول انه هيدي الرسوم فايدتها انه قادرين نغير شوي بالمطرح الضريبي، بالوعاء الضريبي، بدون ما اني طال المواطن، فوت واردات على الدولة بدون ما اني طال المواطن. هون في يكون لسان حال من ينتقد هذه الآراء بإطار انه 3 شهور معطلة الحكومة، فجأة وعي الضمير، عاد الثنائي إلى مجلس الوزراء، يعني تماشيا مع وجع الناس، عم تحكيني بإطار انه الضرائب ما رح تأثر على الناس. هل يعني البعض يقول انه تتكلمون بلغة الناس ووجع الناس، نحن قربنا على الانتخابات، وقصة الزيادة أو المساعدة الاجتماعية للقطاع العام سلسلة تانية مثل ما أقرت على بواب انتخابات 2018 رح تصير نفس السيناريو على بواب انتخابات 2022. كنا بنعرف أي متى تقر الموازنة، بنيسان تقريبا إذا بدها تخلص الجلسات ومجلس النواب، رح يكون نفس السيناريو ونرجع نقول الأرقام وصلت لهون مثل ما وصلت سلسلة 2018. أول شيء حق الناس تسأل وتنتقد ويكون عندها هواجس، لأنه بسبب التجارب المريرة بيقولوا ليه عم تنفخ على اللبن، بيقول لك الحليب كوينة، يعني طيب أنا تجاربنا سيئة. خليني أفترض غير هيك. طيب ممتاز، جينا أعلننا لأنه في انتخابات ما لح نعطي مساعدة، أحسن ما تقولوا أنه عم نعمل انتخابات، شو بصير بالموظفين؟ شو بصير بالعالم؟ بس هيدا الزيادة ما بتعمل تضخم وطبع ليرة ندرسها بهدوء، ويعني أرقام بدون قدرة شرائية، شو بدنا فيها؟ منشان هيك عم ندرسها بهدوء، منشان هيك هي ليست سلسلة، يعني لا تدخل بصلب الراتب. بس أنت ما فيك، في نمط اجتماعي قد تغير، ظرف اقتصادي، انقلاب اقتصادي قد حصل، ما فيك أنت تتركي هذا الموظف اللي عنده معاش ثابت، ما فيك تتركيه. طيب إذا اللي عم بيقول إنه عم نعمل هيك كرمال الانتخابات، طب أنا بدي أفترض العكس، ما لح نعمل هيك، أحسن ما تقولوا عنينا كرمال الانتخابات، شو بيصير بالموظف؟ لا، يقول عني ما في مشكل، يحكي اللي بده إياه، إذ بس إذا عم بيستفيد الموظف صحتين عقلبه، اللي بده يحكي يحكي. لكن نعم، لو عم نعملها شعبوية كنا رحنا عملنا نوع من السلسلة ويابا وزتيناها على مجلس النواب ومجلس النواب يقصدوا، لا، عم نشتغل علميا، عم نحاول نتحمل المسؤولية، لذلك ما عم نتسرع. لو عم نعملها شعبوية كنا طلعنا من أول يوم أقرينا المساعدة الاجتماعية، لا، بعدنا أجلناها لأنه تحتاج إلى نقاش، تحتاج إلى تدقيق في الأرقام، لكلنا سوا نتحمل المسؤولية وما نزيد على حدا، وما حدا يطلع يعمل شعبويات لأنه البلد ما بيحمل. بس هل يحمل أن أترك الموظف بدون مساعدة؟ هل بيحمل بس هيك؟ هل بيحمل البلد تعطيل المؤسسات العامة؟ ليش في موظفين بالمؤسسات الرسمية؟ وبعدين فيما يتعلق بمسألة صحوة الضمير بعودتنا، خليني بس وضحها للمرة الأخيرة. خليني وضحها للمرة الأخيرة يا جماعة، نحن عملنا هذا الفعل لأنه عندنا ارتياب مشروع. نسينا 15 سنة التي عاش فيها لبنان على الارتياب، نسينا 15 سنة اللي عشنا فيها على الإشاعات، نسينا ماذا ترتب عليها بالبلد، ما وصلنا إلى أماكن خطيرة جدا بسبب أكذوبة وبسبب إشاعات وبسبب تركيب ملفات وبسبب شهود زور. طب نحن راسنا مطلوب عالميا، طب أنا من أسبوع تطلع وزارة الخزانة الأمريكية بتحط حملة للحج والزيارة على لائحة العقوبات، حملة بتاخد حجاج على هدف ديني على الحج وبتاخد زوار إلى كربلاء والنجف وقم بإيران ومشهد، وضعت لائحة الإرهاب. يعني إذا واحد شوي ينتمي إلى هالبيئة شوي صار معه مصاري مباشرة على لائحة الإرهاب. طب أنت محاصرة بلائحة الإرهاب، أنت ما بتاخدي فيزا لتسافري، أنت عقوبات لمجرد انتماء، لمجرد انتماء. طب أنا مين حاربت؟ أنا صوب مين جيت؟ يا عمي أنا دفعت عن أرضي يا أخي، عذرا لأنه انتصرنا، ما تأخذونا يا أخي، ما تأخذونا أنه نحن زعبنا المحتل من أرضنا، هي جريمتنا نعتذر منها يا أخي، منيحة هيك؟ شو عملنا؟ دفعنا عن أرضنا. طب صوب مين رحنا؟ شو عملنا؟ كل تجارب العالم، الناس اللي بتنتصر وبتحقق انتصارات عسكرية خروج من الحدود بتروح لا ما خرج يعني من الحدود، يعني خروج من لبنان للدفاع عن بسوريا. شو اجى يعمل الامريكاني؟ عفوا شوي، الامريكاني شو جاي يعمل بسوريا؟ معلش، عنده قواعد بامريكا، شو جاي يعمل الامريكاني؟ الروسي شو جاي يعمل؟ اذا انا لحدوده
وقد دخل إلي هذا الداعشي، دخل لعندي، دخل لعندي. أصلا من اليوم الأول شو كان شعاره؟ ما رفع شعار، شعار طائفي بغيض جدا، وقال فلان على بيروت وفلان على التابوت. طب ليه؟ وإجا فجر حاله فيه. طب مين دمر بالضاحية؟ دمر أهالي شهداء، دمر ناس مقدمة أولادها لتحرر بلدها، جاي تفجر حالها، تفجر حالك بأطفال. أنا يعاب علي طلعت اتدخلت؟ مين كان بشيلهم من السلسلة الشرقية؟ مين كان بشيلهم من حدث بعلبك؟ لو ما نحن رحنا قدمنا خيرة شبابنا، قدمنا خيرة شبابنا، 3000 شهيد، 6000 جريح. سوريا والأزمة السورية ولا نكلف الدولة فلس. ما منكلف الدولة، نحن اللي عم نتكلف. من حق الدولة يكون لها قرار بهذا الموضوع. طبيعي كمان. طبيعي. بس عندما أنت قاعدة ببيتك في بلدية عم بدها تدافع عنك، أو في قوة أمنية عم تدافع، وجدت أنت ما حدا دافع عنك، وفات المحتل إلى بيتك، شو بتعملي؟ بتاخدي إذن؟ هذا حق طبيعي، هذا حق طبيعي. هاي سوريا على حدودنا. نعم. اليمن شو خصنا فيها؟ ما خصنا مين؟ على القليل بالمواقف، يعني خطاب السيد نصر الله الأخير بالهجوم على السعودية بوقت نحن بأمس الحاجة. لا أنا ما بدي أقول، ما بدي كتير فوت بهذا التفاصيل، بس لأنك بس يعني أنا اللي عم بقول باليمن ما في شيء اسمه تدخل عسكري باليمن أبدا على الإطلاق. حدا يجيب لنا شيء باليمن؟ حدا يا أخي؟ ما بمثلك حدا، ما بدك تبها بسوريا بتنعيهم على رأس السطح. انه من من شو للاسف عم نشهد نعوات بالعراق لناس لبنانيه. ايه داعش ايه يعني بالنعوي عم بيقولوا شهداء. هذه خطيره اكيد. يعني هي خطيره وهن بصفوف عسكر يعني. هون قديش الحاله الاجتماعيه كمان يعني للاسف. هلا هذه قد يكون لها اسباب الاجتماعيه من باب التفسير وليس التبرير طبعا. طيب مساله سوريا يعاب علي؟ طب عفوا شوي، انا مين طلعت قتلت؟ داعش. طب ما امريكا ظاهريا بتقول داعش ارهاب، ممتاز. أنا وياك يا أمريكا بصف واحد قتلنا داعش، فإذا لا عم تعيب علي إلا إذا عرفنا أنه لا، هي مش ضد داعش، هي التي أنتجت داعش، وهي اللي راعت داعش، وهي اللي نزلت لهم بالمظليات، نزلت لهم بالمظلات الأكل والغذاء، وهي اللي نقلتهم من مطرح إلى مطرح، وهي اللي بتاخدهم من مكان إلى مكان. وهي مين وداهم على أفغانستان؟ طيب أنا مش قادر أفهم يا خيي. أنت هلأ لبنانية بتروحك 100 مرة على السفارة، بتعملي مقابلات، تعملي مقابلات ليطلع لك تأشيرة، وانت ما عليك شيء وما بعرف شو. مش هاي طب هالداعش لك اجا من اوروبا باحسن تسهيلات، جابوا بيوم 200 الف سيارة رباعية الدفع من تويوتا موديل السنة بوقتها. طب هو مين سهل لهم؟ هو مين سهل لهم؟ طب هو مين فوتهم؟ طب مين عطاهم تأشيرات لينتقلوا من الاتحاد الاوروبي؟ شينغن. مين عطاهم كل هو؟ طب هو ليش؟ معلش، ما هي أسئلة عقلانية منطقية، لا عم نعمل بروباغندا ولا أنا عم نعمل شيء. هي أسئلة، هودي جابوهن ليضربوا هذه المنطقة، ليغيروا صورة هذه المنطقة، ليغيروا مهد الحضارات والأديان في هذه المنطقة، ليخدموا هدف واحد، ليقول هذا الهدف أنه اليوم لكي ترتاح إسرائيل يجب أن يكون فيها استفاء عرقي وعنصري، يعني لازم شيل الفلسطيني بعنوان شو؟ اجت صفقة القرن. اجت صفقة القرن، بوطن الفلسطينيين. هون اجا فخامة الرئيس وعمل الموقف الشجاع اللي قال له اياه لترامب، انه احنا ما بنسمح بالتوطين، ودفع ثمنه بالامم المتحدة. دفع ثمنه الرئيس الجمهورية. طب مين في رئيس عربي عم يعمل هيك؟ للأسف في الإمارات عم تستقبل. ماشي الحال، ماشي الحال. بدي هون أحكي بالمبادرات. نعم. العربية من الخليجية، المبادرة الخليجية الأخيرة، وكأنه كان في هيك علامة استفهام، لماذا حزب الله تحديدا أو الفريق الشيعي إذا بدي وصف يعني بالنهاية بالسياسة هيك مقصم اللعبة إذا بدنا نقول، تجاهل هذه المبادرة ولم يصدر موقفا واضحا، يعني باعتبار أنه غير معني أو ماذا؟ بما أنه لم يصدر موقفا واضحا لن أجاوب جوابا واضحا. حلوة، لك تجاوبني جواب مبهم أنا ممكن استنتج، مش مشكل. لا بصراحة، أول شيء وجهت الرسالة إلى الدولة اللبنانية. مفترض مؤسسات الدولة اللبنانية ضمن الأطر الدستورية هي اللي تجاوب، وهيك صار. وهيك صار. فضلا عن يعني بالقراءة تبعها عم يحكوا عن الميليشيات، نحن غير معنيين بالميليشيات، المقاومة ليست ميليشيا، لا ينطبق عليها وصف الميليشيا، بدليل أنه اتفاق الطائف نص على حق اللبناني بالدفاع عن نفسه وجه الاحتلال الإسرائيلي. 2، البيانات الوزارية المتلاحقة في كل الحكومات اللبنانية
منذ تحرير لبنان وبعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري نصت على حق لبنان في مقاومة الاحتلال. فإذا كانت السلطة الدستورية التنفيذية التي ترسم السياسة الدفاعية للدولة اللبنانية قد سمت هذه المقاومة بأنها مقاومة، فإذا المصطلح الميليشيا لا ينطبق عليها، فأعتقد لسنا معنيين بهذا المصطلح. وغير ونحن ما نزع سلاح الميليشيا طبعا، يعني بطبيعة طبعاً الحال ما هو الـ1559 البند الأول السوري انسحب. فيما يتعلق بالفلسطينيين قبل ما تقوله للفلسطيني شيء رجعوا على بلده، سهل جدا رجعوا على بلده، حق العودة اللي نحن متمسكين فيه، حق العودة بكل بساطة. يعني نحن صرنا ما انتهينا من الأبرتهايد منيح، ليش بعد الأبرتهايد هون بفلسطين؟ ليش بده يكون في جدران عزل؟ ليش بده يكون في شعب محاصر؟ هيدي أرضه، هاي بلده، بده يجي ابن ليتوانيا وابن فرنسا وابن رومانيا وابن ما بعرف مين الصهيوني يشيله من أرضه؟ إنه بأي منطق؟ كيف ما مش يعني شو الحجة؟ أي سياق منطقي؟ أي قانون؟ أي أخلاق في العالم؟ أي حقوق إنسان في العالم؟ إنه هل يعقل غزة محاصرة فيها مليونين بشري؟ ما بيفوت حجر بطون، دمروها لغزة ممنوع تعمر، في ناس ساكنة هلأ بالبيوت المهدمة، يعني ببيته المهدم بيحط نايلون، هي وين موجودة؟ هذا مشهد للإنسان؟ هذا مشهد إنساني هذا؟ هذا مشهد إنساني؟ فإذا نحن مسألة يعني الميليشيا غير معنيين فيها، ومسألة المقاومة هي شوفي، مسألة المقاومة اليوم مين بيحترمك بالعالم؟ إذا ما كنت قوية ما حدا بيحترمك، بيستهيب طبعاً. مش بس احترام، نحن في عالم يستهيب ان يتطاول طبعاً. على طبعاً. شوفي أهمية لبنان ما أجملها، شوفي روعة لبنان ما أجمله. اليوم في نزاع نحن والإسرائيلي بقصة البلوك رقم 9، مع لأن نحن لا نعترف بإسرائيل، بس بالنهاية في دولة لبنانية، بالنهاية في مفاوضات غير مباشرة، متروك الأمر يعني للدولة اللبنانية كمان. نعم. هلا طيب. على الخط يعني. بيقدر الإسرائيلي يجي يحط منصة وياخد النفط والغاز؟ بيقدر؟ مين مانعه؟ من شو خيفان؟ مستهيب أي ردة فعل؟ طبعا. من خيفان؟ مجلس الأمن؟ من مين خيفان؟ من الدول الكبرى؟ من الدول العربية؟ من جامعة الدول العربية؟ بس في فريق لبناني بيقول أنه نحن كلبنان وكدولة مخطوفة من قبل حزب الله وقرارة مش بيدها بسبب هذه الهيمنة الإيرانية من خلال حزب الله، وتحديدا القوات اللبنانية كمان اللي تطرق اليوم تحديدا. نعم. إذا رحتوا انتخبتوا حزب الله والتيار الوطني الحر يعني. نعم. عم تقضوا على حالكم. مزبوط، فعلا مخطوف، لذلك تطلع الطيارة بكسروان الإسرائيلية الساعة 2 بالليل فجرا تضرب على دولة شقيقة اسمها سوريا، سواء بتحبها ولا ما بتحبها، بس دولة شقيقة، شئت أما بيت، أنت تلتزم بميثاق الجامعة العربية وفي ميثاق الدفاع المشترك. صحيح نحن خاطفينه للبنان، منقول له للإسرائيل اطلع ساعة 2 بالليل وضروب، ومنقول له للإسرائيل اغتالنا، ومنقول له للإسرائيل اقتلنا، ومنقول لهم يحطونا على لوائح الإرهاب ويحطونا على لوائح العقوبات. نعم نحن خاطفينهم، خاطفينهم بشو؟ أخذنا الدولة من مين؟ بشو؟ بعدين اكثر من هيك يفاوض حزب الله ومعه سلاح وغيره، ما معه سلاح، ليش بشوف نقعد على الطاوله؟ ما اخذوا الاكثريه النيابيه. طب نحن كانت معنا الاكثريه النيابيه، هلا شو عملت؟ شو قدرت عملت؟ ما قدرت عملت شيء. لبنان لا يحكم بهذه الطريقه. لبنان قوته بانه نكون نحن قوية مع بعض، حتى لو كنت قوي ممنوع استقوي على خي اللبناني، وانا ما بستقوي عليه، انا قوي لإله، انا اقدم نفسي قوي لإله، انا عم بقول له انا قوي لإلك، أنا ما عم بستخدم سلاحي لأخذ منك. شو أخذنا نحن بالدولة؟ شو حجمنا نحن بالدولة؟ إذا هلا بدروح هلا فقطها هيك، شو حجمنا بالدولة؟ شو قلنا بالدولة؟ شو قلنا قضاة؟ شو قلنا ضباط؟ شو قلنا شو قلنا موظفين؟ لا لا، كحزب الله، ما هني عم بقولوا حزب الله، هني عم بيركزوا على حزب الله. مقسمين حزب الله أخذ الجناح العسكري، العسكري لمين؟ العسكري لمين؟ ولكن العسكري لمين؟ بإطار الدولة في حركة أمل، العسكري لمين؟ مش ناقصة شيء يعني للدولة. خليني هذا لحال، بس عم بحكي هني عم بيركزوا على حزب الله مش هيك؟ طيب حزب الله شو عامل؟ شو أخذ؟ بدي أسأل اللبنانيين، مين بيعرف اسم السفير الإيراني بلبنان؟ قد ايه نسبة اللي بيعرفوا اسمه للسفير الإيراني؟ أنا بدي أجيب صورته وحطه قدام 10 صور، والله يمكن أنا غلطت فيه. شو يعني شو؟ مش طالب شهرة. إنه شو هو؟ ما مش قادر أفهم، يعني شو نوع التدخل؟ ما قادر أفهم، يعني شو هو نوع التدخل؟ خلي حدا بهدوء ببساطة بكل رواء يقول لي ماذا طلب من لبنان من الدولة الإيرانية على حساب لبنان. بس يسموه لي حادثة وأنا بقول لهم على راسي خي شبوبة، بس يسموا لي حادثة طلبت إيران من لبنان الرسمي إنه يعملها.
بإطار تدخل يعني. إيه بإطار التدخل وخلاف مصلحة لبنان، خلاف مصلحة لبنان. يا أخي إجا واحد عرض عليك إنه يعمرك معامل، إجا واحد عرض عليك يعمل لك متريات، يا أخي ما بدك، أوكي خلص ما بدك. ما بده لأنه في إطار العقوبات والحصار اللي صاير على إيران، طب ما ندخل بهالشنان المظلم. فإذا مش أنا اللي عامله هذا الموضوع، مش أنا اللي خاطب البلد. من يسبب بهذا الموضوع؟ يا عزيزي أيها اللبناني العزيز اللي عم بخاطبني بهذا الكلام، يعني صاحب هذا الرأي، يا عزيزي أنا اللي مخطوف مش أنا اللي خاطف، نحن اللي مخطوفين يا حبيبي، نحن اللي معتقلين، ونحن اللي ما بيخلونا نسافر، ونحن إذا شوي صار عنا شركة أو اسم اقتصادي يضعونا على لوائح الإرهاب. لك نحن لغينا إفطار شهر رمضان، سمعت السيد ألغى إفطار شهر رمضان لهيئة دعم المقاومة كي لا يؤذي ظاهريا من يتبرع للمقاومة، ألغاه للإفطار. نحن الممنوعين نفتح حساب بالبنوك، نحن الممنوعين نفتح اعتمادات بالبنوك، نحن اللي ما بيعطونا تأشيرات، شو جرمنا؟ شو ذنبنا؟ شو عملنا نحن بالعالم؟ بينما الداعشي ياخذ معه اغلب الدواعش معهم جنسيات اوروبيه. يا اخي الدواعش معهم جنسيات اوروبيه. انا اللي وقفت مع الدواعش؟ ولا هول اللي عم بينتقدوني هن اللي وقفوا مع الدواعش وسموهم ثوار؟ انا اللي وقفت معهم؟ مين اللي طلع ضامن معهم بالبدايات؟ مين اللي طلع حماهم؟ مين اللي طلع عمل لهم المظله؟ مين اللي بيمنع الامن العام يودي واحد سوري الى بلده؟ كثير قالوا ما في داعش من اصله اصلا. طبعا نفوا مساله داعش. بدنا نروح بالاول يعني. نعم. كانت البدايه بتعمي على هالموضوع. شو كان بصير لو تركناهم للدواعش؟ شفنا شو صار بسوريا، شفنا شو صار بالعراق. ما في خوف اليوم نرجع لهالهزات الامنيه بإطار تصير الانتخابات مثلا؟ لأنه في كتير تحذيرات بهالموضوع أنه هلأ عنا شهرين خطرين. يعني مجلس الوزراء عم تناقشوا شي هالنقاط الأمنية تحديدا. لا هلأ النقاش منها مكين بالموازنة، بس طبعا لا يغفل الإنسان عن أمور أخرى. هذا برسم القوى الأمنية هي المعنية أنها تقدم تقرير إذا وجدت شيئا خطيرا في هذا المجال. وأنا بقول هذا هالعبة خطيرة بتضر البلد وما بتوصل لمطرح. ما بتوصل لمطرح. والكل مجمع انه الانتخابات قائمه طبعا، مفترض هيك، ولا يعني ولا شيء بيعيق انه تصير. مفترض هيك، لانه مهما حصل لبنان لا يحكم باكثريات. طيب حكمت 14 اذار بعد 2005 وبال 2009، طيب شو قدروا عملوا؟ ماشي. وحكموا الطرف الثاني ما قدروا عملوا شيء. لبنان ما بينحكم هيك بهالطريقه. نعم اذا بدهم يروحوا يترجموا هذه المسألة أو النتائج، يترجموها استبعادا في مجتمع مثل مجتمع لبنان لطرف لبناني ما، هون دخلنا بالمحظور. فهون بلا ما يفوتوا بهيك فوتات وشو بدهم بالشغلة، ساعتها النتيجة بتكون سوداوية. نعم طبعا بتضر البلد وما حدا بيستفيد. لكن أي شيء داخلي، المنتصر مهزوم، فكيف بالمهزوم؟ بالداخل آن الأوان، تروح علينا كلنا. آن الأوان. هذا لبنان لقلنا كلنا سوا، والله بيساعدنا لبنان، والله نحن مبدعين، نحن نبدع برا. اللبناني يبدع، بس ما أبدعنا جماعيا بعد بلبنان، ما أبدعنا مؤسساتيا بعد بلبنان. يا جماعة لبنان بيساعدنا كلنا سوا، ولبنان لقلنا كلنا سوا، تعوا كلنا سوا نقدم نموذج حضاري راقي جدا، ولدينا كل المقومات، لدينا كل المقاومة. نحن هذا رهاننا وهذا اللي بدنا إياه، ولا نريد إلغاء أحد، وبدنا الإيد ممدودة للكل لنبني هذا الوطن كلنا سوا. لأختم هذا المحور السياسي، لما بدي أنتقل بالتفاصيل بما يخص وزارة العمل والخطة اللي وضعتها وشو رح يعني تنفع إذا بدنا نقول العمال. نعم. بشكل واضح، ولكن سياسيا تحديدا بقصة المبادرة الخليجية، برأيك يعني طويت صفحتها أم ممكن أنه يعني نشوف قصص إيجابية تجاه لبنان تحديدا من الخليج؟ هلأ ما بعرف إذا هني بدهم يبادروا. نحن اللي منقوله نحن حريصين على علاقاتنا الخليجية، وحريصين على إخواننا العرب، ولبل نحن اللي دفعنا عن كل العرب، نحن اللي دفعنا ثمن عن كل العرب، معلش يعني لبنان له على الكل. ورغم ذلك حريصين على أفضل العلاقات، بس علاقات محترمة. بس في تهدئة بالمواقف طما يكون في يعني تهجم على هذه الدول بوقت نحن بأمس. ما كمان التهدئة، ما هي التهدئة بدك إياها من طرفين يعني كمان. ما في الواحد يدله يعني كل موقف له رد. بالمنطق الأمور ما فيك أنت تشوفي بتفتح الشاشة ونازل فيك صفق يعني مجردك من كل شيء.
من كل شيء. وانا يعني شو جيت صوبه يعني اخي؟ والله شو جيت صوبك اخي؟ انا شو جيت صوبك؟ انا دفعت ثمن يا عمي، انا اللي قتلت، انا اللي تدمر بيتي، انا اللي حرقت، انا الذي لم يطبق علي ميثاق الدفاع المشترك العربي عندما يتعرض بلد شقيق الى عدوان. مين اول طلقه معي؟ مين اول طلقه معي؟ خي في 6000 اسير فلسطيني بيناتهم 150 طفل وعشرات النساء، مين سألان عنهم؟ كان في مراهنة أن سوريا ستعود إلى الجامعة، يبدو هناك تروي ومن المبكر الحديث عنه هيك. يتروى، ما العرب عادة بيتروى يعني كثير. قال أمين عام جامعة الدول العربية. أنا بصراحة ما بدي كثير فوت بهذا السياسة، نحن اللي بنقوله معايير واضحة. لا أنا حبيت أنك عم تفوت بالسياسة بشبه نريد أفضل العلاقات، وهيدا فشيت اللي خلق صراحة. بس عم نحسب اللي عم نحكي دراسة، نحن عندنا معايير، نريد أفضل العلاقات مع الدول العربية، لكنها علاقات مبنية على الاحترام. أنا ما طالب إلا الاحترام، وأنا ما جاي صوبك، ما جاي صوبك يا خيي. بس كمان بدهم ينتبهوا، الصيغة اللبنانية ما فيك تطبق عليها اللي مطبق عندك. أوكي. نحن يا خيي متعودين نحكي، نحن متعودين نعبر، نحن بلبنان منعبر بوج بعض. يعني معلش، الحرية الموجودة. إيه نحن هذا لبنان، ما فيك. يعني ما فيك انت اذا خالفتك انا بالراي بدك يعني هيدي ما بتزبط. كاتم صوت يعني. ايه ما بتزبط. لكن رغم ذلك والله نحن معنيين هول العرب يلموا بعضهم، نوقف هيدي المشاكل بيناتنا ونروح لامور قادرين. طب ليش ما بنروح نفكر بالسوق العربيه المشتركه؟ ليش ما بنروح نفكر بنفعل ميثاق الدفاع العربي المشترك لحتى العالم يعدلنا هيبه؟ ليش ما لك يا عمي اثيوبيا مهددة أكبر دولتين عربيتين بالعطش. منيح. طيب شو عملوا العرب؟ طيب وين هيبتكم؟ يا خي قال بتطلع مجلس وزراء الجامعة العربية كلام كبير ضد أثيوبيا. انتبهي، 24 دولة عربية. طلع الوزير الخارجية الأثيوبي، مع احترامنا أنا بس عم بوصف، طلع وزير الخارجية الأثيوبية استهتر ب 24 دولة عربية، قالوا روحوا انضبوا اهتموا بحالكم، أنتم وقفوا القتال بين بعضكم وتقتلوا بعضكم. منيح. طب ليه؟ لو ما في هيبة. طب السودان وعدوا قالوا له قبال بالتقسيم، وهيدي رسالة لبعض اللبنانيين اللي بيحكوا بالتقسيم، مفكرين انه اذا قسموا بدهم يرتاحوا. يا حبيبي، اللي بده يقسمك جاي ليريحك، ما اللي بده يقسمك ليزيد مشاكلك. هذا السودان شو صار فيه؟ قبل انه بده يقسم وقال لهم انا خلاص بنتقل من ضفة الى ضفة، انتقل من ضفة الى ضفة، بس هلا مش عارف حاله وين رايح. شو طلع له السودان؟ نحل أزمته الاقتصادية السياسية الأمنية المؤسساتية الدستورية. ليبيا وين يا جماعة؟ لازم نشوف الصورة الكلية. رابين شو بيقول مرة؟ رئيس وزراء إسرائيل السابق إسحاق رابين، وده رمز عندهم. رابين بيقول لا تظنوا أن قوة إسرائيل متأتية من السلاح النووي. السلاح النووي للهيبة وفرض السطوة. قوة إسرائيل متأتية من المعادلة التالية: إسرائيل مزدهرة، شرط ازدهارها أن يكون كل محيط فيت ببعضه. هالقد خالف تحكم. نعم. أكيد رح نتابع حديثنا معك، وبالشق الثاني من حلقتنا رح نحكي تحديدا عن ملفات وزارة الأعمال، لكن بعد هذا الفصل مشاهدينا ابقوا معنا. من جديد مساء الخير مشاهدينا، نتابع هذه الحلقة من رح نبقى سوا، ودائما مع ضيفي وزير العمل مصطفى بيرم. أهلا وسهلا فيك من جديد معاليك. مثل ما قلنا قبل الفاصل رح ندخل هلأ بمحور متعلق بوزارة العمل. وزارة العمل دائما ترتبط بأنه الحياة الاقتصادية والمعاشية للناس. اليوم هل مسؤولية كبيرة عندكم، ومشين هيك كمان بقصة الموازنة عم تطلبوا مثلا يكون في هامش أكبر بر للوزارة أو كيف؟ نعم. شوفي، طبعا هي وزارة خدماتية مهمة جدا، بتتعاطى بالعامل اللبناني، ومفترض ترسم سياسة عمالية معينة، وأيضا مرتبطة بالعمالة الأجنبية. طبيعي. بس جيت إلى وزارة العمل وجدت أنه الأولوية للعامل الأجنبي. عامل أجنبي بصراحة، وجزء كبير أيضا هي السياسة متبعة هيك أم بنتيجة طبيعة الأعمال؟ هذا الذي كان سائدا للأسف في الأسباب. أكيد جزء منها طبعا جزء منها أنه في الاقتصاد الريعي
الذي أدخل لبنان والشاب اللبناني والعامل اللبناني والصبية اللبنانية مش في حالة من البطالة فقط، أنا دائما بكررها، بل في حالة من العطالة. الفارق أن البطالة ما عندي شغل بتأمني لي شغل بلتحق، العطالة ما عندي هدف الشغل، ما عندي حافزية العمل، ما عندي معنى. ليه؟ في فوائد، في فوائد، خلص بحط مصرياتي بالبنك. هذه السياسة الريعية القائمة على الديون، يعني ما قبل الطائف سياسة ريعية مرتبطة بالخدمات، يعني نص مصيبة، ما بعد الطائف سياسة ريعية مرتبطة بالديون، شيء غريب، يعني شيء غريب حقيقة. ضربت كل القطاعات في لبنان، ضرب الإنتاج، ضربت الزراعة، ضربت الصناعة، وعندنا مهارة وعندنا يد عاملة، وفتنا باتفاقيات، فتحنا مثل ما بقولوا الفضاء، فتحنا السقف، كله على حساب المواطن اللبناني. طيب انت بدك تفتح للسقف، اعمل لي بدائل، أكثر من اعمل لي بدائل، اعمل لي بدائل. فهذا كله وصلنا الى مطرح على مدى 30 سنه سياسات اقتصاديه خاطئه، بان فشلها وظهر فشلها حقيقه، ودفعنا ثمن كبير. طيب، وما نوعنا بالمحفظه الاستثماريه، يعني انت لازم تنوع بالمحفظه الاستثماريه، ممكن يكون عندك صندوق سيادة، ممكن أنت تروح تنوع بالاستثمارات اللي عم تعملها. نحن الاستثمارات الوحيدة فوائد، فوائد باهظة هائلة جدا، عطتنا فوائد رهيب، يعني خلص مش مبنية على منطق اقتصادي أبدا. بضربة واحدة جمعوا لنا كل مصريات بمطرح واحد، بضربة واحدة ترقلنا إياهم كلهم سوا. طيب، أنا شو لازم أعمل كوزير عمل؟ لازم بلش ارسم سياسة عمالية، والوقت ما عندي طرف الوقت، مباشرة لازم دغري أن الوضع العمالي لا يحتمل على مستوى الأجور بالقطاع الخاص. دغري دعيت للجنة مؤشر، وتبين لإلي كان أول يوم أنه لجنة المؤشر ناس على قليل صارت تسمع فيها خمس سنين، يعني اليوم في كتير ناس بيقولوا لي ما كنا نسمع بشيء اسمه لجنة مؤشر. طيب، هذا شيء مؤسف، وهذا أمر ينص عليه القانون. طيب، وأنا كنت واضح أنه هذا من الأولويات، أني فكر بالعامل اللبناني. طيب، إلى جانب أني نسعى أنه نعمله تحسين، دغري عملنا مخرجات منها اللي هي 65 بدل نقل. أوكي. طبعاً أوكي، منا كافية، بس هذا المتاح حالياً. بالنهاية أنا ملزم كون منحاز إلى العامل، قانون اللبناني بيقول لي هيك. هيدي يعني بالنقل، بس بالمعاشات ما تغير شيء. بالمعاشات بعد في نقاش بهذا الموضوع. صحيح أنا منحاز إلى العامل، بغض النظر عن مدرستي الثقافية والاقتصادية وأنا ابن هذه البيئة، بس أنا قانوناً القانون بيقول كل اتفاقية بتخالف قانون العمل تعتبر لاغية إلا إذا فسرت لمصلحة العامل. إذن أنا ملزم قانوناً كل لمصلحة العامل، بس كوزير عمل أنا مش بس للعامل، أنا في أصحاب العمل كمان. أنا معني أنه المؤسسات الاقتصادية والشركات ما تسكر وتفلس، لأنه هذا كتير مهم للنشاط الاقتصادي، أن الدلة ماشية بتشجع شوي الدورة الاقتصادية، بس كمان تعفتشوا على هذا العامل وفت ببعد إنساني. وكان السؤال الذي طرحته هو التالي، كنوع من التأمل الإنساني مرتبط بإنساننا بعيد عن الوظيفة والمسؤولية الوظيفية والمنصب، اللي هو أنا سألتهم، قلت لهم إذا تعطلت عندكم آلة، اليوم تعطلت آلة عندك بالمعمل، وهالمعمل ما بيمشي بدون الآلة، بتنام قبل وتكلفته 100,000 دولار، بتصلحها ولا لا؟ رح تصلحها ولا لا؟ رح تصلحها. طب هذا العامل الذي أنت تراكم رأس مالك على جهده، ألا يستحق أنه يستفيد منك؟ نعم، أسجل أنه كثير من المؤسسات عملت كنترول على حالها وراحت عملت بعض الزيادات تلقائية. جيد، جيد، بس أنا بدي إياه يصبح نمط، ما يصبح مني، ما يصبح منة. بس تعرف معليك في عقب على نقطة من خلال هالمثال، الآلة عم بتم تصليحها، إذا العامل مرض عم بيكون الشركة عاملة واجباتها أنها ضامنته. نعم. الضمان الاجتماعي اليوم غائب عن السماع. أوكي. بإطار أنه ما عم نقدر نطبق على حساب الضمان. هيدي إلى حيثيتها، هيدي بدنا نحكي فيها إلى حيثيتها. بس أنا عم بحكي بأصل الفكرة، يعني نمط التفكير، البارادايم تبع التفكير، كيف أنا بدي أفكر، شو هو المنظور أنا اللي بدي أفكر فيه. طيب، بما أنك أنت حريص أنه ما تنتزع الآلة عندك، كون حريص على العامل وعلى الموظف. طيب. جيد، كثير من المؤسسات عملت هالمبادرات بغض النظر شو الخلفية، سواء إنسانية أو تشغيلية. أوكي. لكن عملت مبادرات، بس أنا ما بدي تكون منية متروكة لهالشركة، شركة لا نريدها أن تصبح نمطا. ليه؟ لأنه هذا حق للعامل. الاتفاقيات التي وقع عليها لبنان تنص على أنه هذا جزء من بديهيات الحياة، العامل العمل اللائق.
فلسفة العمل اللائق. طيب هون ما في ضرورة لتعديل الحد الأدنى طبعًا للأجور اللي هو لا يساوي شيئا اليوم؟ هلأ رح بحكي لك. طيب عملنا بدل نقل جيد قبل ما تعملوا الحكومة، طلعنا ببدل نقل مع أنه في فرق ألف. أي صح. ليش؟ عن جد عندي حشرية أعرف. أنا كنت مستلم حياتنا ما كان في فرق. كنت موكل باللجنتين، اللجنة القطاع الخاص والقطاع العام. بصراحة أنا كتبت 65,000 عند اثنين. راحت 64. بس رحت على اللجنة الوزارية، فاتوا على اللجنة الوزارية عم بيقدموا الأرقام، قالوا لي 64,000، قلت لهم يا بابا طرقتوني ب 1000. بتعمل فرق هلا؟ قلت بذمتكم 1000. يا أخي ليش طرقت معكم 1000؟ يا أخي ما بعرف، قال لي حسابات هي، يا أخي ليش الحسابات؟ بعدين هلا ما فهمت. ولا أنا. بصراحة. هلا ماشي الحال. طيب. مش حرزانة. طلعنا وعملنا المنح المدرسية سندة. أنا بقول لك كافي لا أسيسا. أصدق المليونين ليرة اللي صارت بالقطاع الخاص إذا حاطت ابنه مدرسة خاصة 750,000 صارت مليونين. صح. إذا بمدرسة رسمية 400,000 صارت مليون. طيب جيد. أوكي. كان على أساس عم يعطوها هولي المؤسسات الخاصة؟ مفترض هلأ يبلشوا لأن فخامة الرئيس ما ضل مرسوم. هلأ بدون قبل كانوا يعطوها؟ في منهم في منهم لا. هون كيف دور وزارة العمل؟ هلأ بعد تراقبوا المؤسسات إذا عم تعطي ولا لا؟ أي حدا بعد صدور المرسوم ونشره بالجريدة الرسمية سواء بدل النقل أو المنح المدرسية، أي عامل بيقل بشركته ما دفعوا له بيتصل فيه بكل بساطة. يعني بتوقف على الموظف أو العامل، بصير في مشكل بينه وبين إدارته. لا ليش مشكل؟ نرجع نوقع ليش مشكل؟ لا ليش مشكل؟ بدك تجيبه على الشغل يا أمن له مجيته يا تدفع له يجي. حق بديهي يعني، عرفتي كيف؟ إنه ما بدأنا النقاش مع أصحاب العمل الهيئات الاقتصادية، عملت حوارات أنا وياهم وكذا. كان في فكرة إنه يا خي كنت مرن فيها بالبداية، هلا أنا متشدد. كنت مرن بالبداية لإنه كنا على أساس 1,325,000 مع الحد الأدنى 675,000 بيصير مليونين. أوكي. مع بدل نقل إذا نزل 20 يوم 1,200,000 1,300,000 بيصير يعني مقبول. يعني سند منيح. سند منيحة. أوكي. طيب كنت متوقع يعطوني إياها من البداية، ما عطوني إياها من البداية لأنه كان عندهم هم بجزء منه بفهمه إنه تعويضات نهاية الخدمة لح تسقل كاهلهم كتير، مع العلم إنه واجبهم القانوني يحسنوا الأجر ويصرحوا عنه للضمان. لكن كنت مرن معهم بالبداية لو عطوني إياها، لأنه أنا بس لكنت عم فاوض كان الدولار 13,000، تانكة البنزين 60,000. صح. طيب ما عطوني إياها وصار في نوع من المماطلة لأنه رابطين هيدي بها. أنا صبرت بصراحة وما زلت الآن منفتح، نفسك طويل، نفس طويل، وأنا مني قاطع مع حدا، وأنا بقول كلنا سوا يجب أنه نتعاون. وإجاني كذا اتصال منهم أنه هن عم بيرجعوا يأكدوا على عملية التعاون. إلى أن حصلت شغلة هون أنا تصرفت بحزم. أوكي. بحزم وما في تنازل فيها. عندما علمت أنه في لقاء بالسراي هيدي الأسبوع الماضي، يعني أسبوع قبل الموازنة نهار خميس، دولة الرئيس ميقاتي اتصل فيي قال لي بدي اياك تكون بكره ابو حسين الساعه 5:30. قلت له اوكي دولة الرئيس. قال لي جايين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصاديه. انا ما عارف التفاصيل، كنت اعرف كانوا يخبروني بعد انه وافقوا هالشغله بس انا ما عارف انه في اتفاق ناجز. قبل ما اروح على الاجتماع الساعه 4، الاجتماع الساعه 5:30، 4 وشوي، من ثلاث مصادر بظرف 5 دقائق ثلاث مصادر سربوا لي الاتفاق. ولو عاملين اتفاق بمعزل عن لجنة المؤشر وأنا بدي روح كون الناطق الإعلامي، لا أنا امتنعت عن الاجتماع. اتصل فيه دولة الرئيس، قلت له، قال لي وينك؟ قلت له دولة الرئيس لن أشارك، أنا مش هيك بتعاطوا معي، يا بدنا نعمل دولة يا ما بنعمل دولة، في لجنة مؤشر وفي مؤسسات. أنا محاولة وضعك أمام أمر الواقع. في لجنة مؤشر وفي مؤسسات، بنمشي بالمؤسسات. قال لي أنا معك بالكامل والبدك يا بصير. قال لي أنا ما فاهم هيك التفاصيل. قلت له أوكي خبرهم هيك أنه أنا لن آتي إلى هذا الاجتماع لأنه صار هيك، لأنه صار هيك. وبعدين مش عاملين اتفاق، مبروك عليهم يطلعوا يعملوا الاتفاق ويعلنوا. أنا لست معنيا بذلك، أنا في احترام لمن شاركوا في لجنة المؤشر، في مصداقية وفي تكريس أنه نحن يم نتصرف بطريقة في مؤسسات. أما هالالتفافات مهما كانت النية فيها، مهما كانت النية، بدي أفترض النية منيحة، أسلوب خاطئ. خلي اللبناني يتعلم ويتعود ونبلش نتعود ويشوف المواطن في مؤسسات بدنا نشتغل فيها. يا أخي والله حان الوقت. برجع على المؤسسات. ما مشي هذا الاتفاق. بدلك الرئيس ميقاتي أمام موقفه. أوكي. أمام موقفه وقف هذا. بس لوين رحنا؟ رحنا
أعلن بجلسة من جلسات مجلس الوزراء، أنا شو قلت له؟ شو طالبين هن الاتفاق اللي صار؟ طالبين، أنا عم بفترض حسن النية. أوكي. أنا بس خلينا نقول شو كان وليش الاتفاق الوقت. بيعطوا 1,325,000 من خارج مقابل إيه؟ بيتصرح فيه للضمان بس جيد، بس من خارج منيحة. المعاش لا، ولا هي لا؟ هي بيصرحوا فيها للضمان منيحة. أوكي. خطوة أوكي. منيحة. أوكي. تعطي إيرادات يعني للضمان، يعني بيصير كأنه الحد الأدنى مليونين، كأنه صار مليونين. أوكي. بس مقابل أنه بدنا نروح نعفيهم من كل ما قدموه بال 2020-2021 وإعفاءات أخرى عديدة. أنا منفتع على الإعفاءات، بس طريقة وضعها، طريقة المقايضة بهذه الطريقة أنا رافضها تماما. ليش؟ لأنك أنت تقايض حقا منصوص عليه في القانون، يجب علي وعليك أن ننفذه، ولا منة لا لإلي ولا لإلك، وهذا حق للعامل أنك تعمله. هذا بتحدد مقداره لجنة المؤشر وفقا للتضخم وأسعار اقتصادية واجتماعية، وعم نستفيد من عديد من الخبراء موجودين بيناتنا. أوكي. بهذا الإطار ما بحطه بإطار تفاوضي ومقايضة. بس النتيجة، أنت بس يجب النتيجة عليك طلعت براس الموظف. كان ممكن يمشي الحال وتروح لهيدا ال، ولا كيف؟ بده يمشي الحال، بده يمشي الحال، بده يمشي الحال، بس بدها تتأجل لروح أنا أتفق وأعمل لهم تعديلات قانونية. وأنت بتعرفي إنه حلوا فتنة بتعديلات قانونية في الإعفاءات بلبنان، كل ما هو مؤقت يدوم. لا، أنا بدي أتفق على رؤية متكاملة، بس أنا بدي أعفيك من مليارات. يعني بدك تأكد ديمومة القرار، ديمومة القرار. اثنين، أنا أوكي. أحتاج دراسة رقمية واضحة. أنا طلبت كذا مرة، يا أخي قدموا لي أرقامكم، أنتوا خيفانين، أنا منفتح عليكم، أنا والله بفهمكم وما بدي خليكم تسكروا. ممكن يتفع الرقم. نعم. أنا إذا بدنا نحكي عن بس الوضع، بس انتبهي. اليوم بس انتبهي، 1,325,000 بعد 4 أشهر. طيب أنا عفوا، ليه ما اعطيتوني اياها باللقاء الاول؟ هل بدي لك اياه؟ انتوا نطرتوا 4 أشهر لحتى صار الدولار ب 30,000، ولحتى صارت تنكه البنزين ب 360,000، جايين هلا تعطوني اياها؟ لا، انا ارفضها. يعني هون انت كما انا كرمال يعني العامل، كوزير العمل بتشوف حتى ال 1,325,000 مش عادل. اكيد مش ولازم عادل، ولازم يكون الرقم اكبر. اكيد مش عادل، ومش بهيك مقايضه. بس فينا ننطر بعد مفاوضات. لا، بس انا اذا جيت مشيت بهالمساله بتكون اجهضت حقوق. اذا مشيت حقوق انا بهالمساله، انا اجهضت حقوق للعامل في تعويضات نهايه الخدمه. انا بدي اجي اقول له للقطاع الخاص انت مبرئ للذمه في كل شيء، يعني عشرات مليارات. لا، بدها نقاش. أنا رغم ذلك منفتح، بس بدها نقاش. لا، بدك تقدم لي دراسة رقمية تقنعني، بدك تفرجيني كمان الدولة بدها تقنعني، أنا الحكومة مجتمعة بدها تقول لي أوكي أنا عفيت هو، بس أنا كيف بغزي الضمان؟ أنا كيف بغزي الضمان؟ رحنا لموضوع الأساس. رحنا لموضوع الضمان، رحنا لموضوع الضمان والاستشفاء اللي هو كثير أساس، اللي هو بصراحة الآن هو أولوية لإلي. بدي أحكي فيه هلأ إذا بتحبي. أكيد. لا، أرجع أحكي فيما يتعلق، لأن أنت سألتيني عن السياسة العمالية لوزارة العمل. صح. شو عملت؟ صح. للعامل اللبناني. خلينا نحكي بالضمان ونرجع من كيف. الضمان، تلت اللبنانيين بالضمان. أكيد. طيب، هذا من المؤسسات اللي بتعمل أمان اجتماعي. في مشاكل بالضمان على مستوى مجلس الإدارة، على مستوى علاقة مجلس الإدارة مع مدير عام الضمان. في شغور كبير، في شغور بالفئة الرابعة عندهم، ويعني بالطبقة اللوجستية إذا صح التعبير، شغور كبير جدا. يعني بتخليص الإطار. أمور الناس. نعم، في شغور. لكن أيضا المستخدمين بالضمان قدروا سيروا المرفق العام لسجلهم إياها لدرجة أكثر من الإدارة العامة حقيقة. ما وقفوا الشغل، ما وقفوا الشغل مثل ما توقف الشغل بكثير من الوزارات. في مطرح من المطارح بده حل حلي. طيب، في عندك شغور كبير بمجلس الإدارة يعيق الكثير من اجتماعات مجلس الإدارة وصدور قرارات. اللجنة الفنية التي تتولى الرقابة على الإدارة في الضمان منا موجودة. اللجنة المالية. طب أنا شو عملت؟ اشتغلت بكل هذه الأطر. أنا طلبت، عملت زيارات، طلبت أنه نعين الست تبعول الدولة بالضمان، نعين اللجنة الفنية واللجنة المالية، عملت مراسلات لأنه هي تعين بحكم أعضاء قانونيين يعني مسميين بالقانون. راسلت الجهات، كل الجهات، بعد في جهة بعد ما ردت لي، أتحفظ عن ذكر الاسم، بدي أرجع صر عليهم الموضوع. طبعا بدي تابع عليهم. والآن الحكومة عادت، ما في تبرير، بعد الموازنة بده يكون أولوية، والأولوية بالضمان قبل هيكليته تعديل السعر هي مسألة الشيء. الاستشفاء. أي. الاستشفاء في الضمان خطير جدا وأمر ضروري جدا. وأنا أيضا تقدمت بكتاب للأمانة العامة لمجلس الوزراء
انه استفيد بمقدار 200 مليون دولار من حق السحب الموجود اللي هو البارغ 1,135,000,000 دولار لنقدر نعدل الاستشفاءات ونعدل تعويضات نهاية الخدمة، لأنه في مشروع عم بيندرس مع منظمة العمل الدولية أنه نعتمد معاش تقاعدي، وهذا مهم بيعطي نوع من الأمان، بس من هون لهونيك الوجع ما بيحمل والمرض ما بيحمل. إذا واحد مرض عم نشوف فرق ضمان لعملية بسيطة عم تكون 15 مليون بالضبط. 20 مليون اللي هو مبلغ كبير، هيدي بدها تكون سريعة لذلك لابد من تغذية الضمان الاجتماعي. كيف؟ هلأ بالموازنة الضمان له على الدولة 4,996,000,000,000,000 مليار يعني 5,000 مليار على الدولة، 5,000 مليار ليرة على الدولة. كل مرة بتحط بالموازنة انه إيه؟ انا بدي قسط اموال الدولة عليها انها تعمل هذا الشيء، عليها انه تعمل ولو اقساط. ممكن يصير في تعديل بالتسعيرات، يعني مش معقول الطبيب ياخذ 400,000 يقبض المضمون 40,000 كمان. الجيش عمل نوع من التعديلات عبر مساعدات اجته، وزارة الصحة عملت عبر وزارة الصحة بس بقرض من البنك الدولي. صح. بس انا بدي اتجنب الدين، بدي احاول اتجنب الدين. يعني عم نحاول نقدر نأمن مبلغ، بدي اشوف انا شو الجواب بده يكون على مطلبي. أوكي. فيما يتعلق باقتطاع نسبة للضمان الاجتماعي لنعدل الاستشفاء اقله بهالمرحلة. أوكي. لنضمن هالمرحلة، اذا من بعدها ما في لشوف شو هي الخطة الموجودة. إيه؟ طبعا في خطوات في هذا الاطار. بعد انا 5 دقائق بالسياسة العمالية اللي عملته انا وجدت انه الأجانب هن اللي ماسكين القصة. أيضا بدي أقولها بشكل واضح، الإخوة السوريين كمان في حضور كبير جدا بهذا الموضوع. زاد الموضوع. جيت أنا قلت أنا أحترم الكل وكل إنسان بحترمه وكلنا إخوة بالإنسانية. أكيد. بس أنا وزير عمل لبنان. صح. مصلحة اللبناني بدي أحمي أولا. العامل اللبناني. جيت عملت القرار 196 196 على واحد 126 مهنة هودي حصرتهم لللبناني، حطيتهم بموقع الوزارة، طلبت من كل الشباب والصبايا بلبنان يسجلوا، وأنا هلأ بدعيهم على الهواء فوتوا سجلوا. لأنه شو عم بيجي عندما تيجي شركة بدها عمال أجانب، يعني عبر وزارة العمل بياخدوا فرصة؟ طبعا بياخدوا فرصة، لأنه في منهم عم بيطلبوا عمال. يعني بيجي حدا بيقول لي أنا بدي عامل أجنبي، بقول له انا في عمال لبنانيين، روح اعمل اعلان بالوزاره. كيف بيتم اذا حدا مش عارف بعد كيف عم بيكون التسجيل؟ منشان هيك عم بقول لهم قد ما فينا نعجل، قد ما فينا نسجل، منه بصير داتا معلومات كبيره في منصة جدا خاصة طبعا يعني موقع وزاره العمل هلا رايحين. أوكي. وخاصه اقرت بالوزاره الطابع الالكتروني. رايحين ان شاء الله لنطور مشروع تسهيل المعامله لتصبح المعامله اونلاين كليا. تدفعي حتى بتدفعي اونلاين، يعني كيف صار بوزاره الماليه راح تصير وزاره العمل فيها ان شاء الله هيك. وهذا انجاز مهم جدا، هذا بخفف رشاوى. نعم هذا بخفف نكون طبعا واضحين. طبعا وانا فيما يتعلق بهالمساله كبير. انا فيما يتعلق بهالمساله اهم شيء يبدا الامر مين بالوزير ومين معه. طبعا كل الناس بالسابق في احدهم شرع، انا ما بعرف ما لي بغيري، خليها تكون هيك مساعده. انا ما لي بغيري، انا ما لي بغيري. الناس بتعرف مين في فوق، من هو هذا الوزير، شو العقلانية العقل اللي عنده والتفكير اللي عنده والمجموعة اللي معي. وأنا قايل إذا بشوف حدا، رغم أنه أنا أثق بكثير من الموظفين الحمد لله وأنا أوجه لهم تحية حقيقة، سواء فريق العمل اللي معي أو حتى بالوزارة عم بيتابعوا الأمور بشكل كثير منيح، لكن أنا الإدارة بتحمل. في حال اكتشفت شيء أنا شفته ما ممكن اني اتساهل، بس الحمد لله لحديت هلا اقله اللي انا شايفه كثير موظفين سواء فريق العمل اللي معي يعني ببيضوا الوجه الحمد لله. طبعا طبعا مش الفريق العمل عم بحكي كموظف، هيدي خاضعه لما يحصل في الاداره العامه. انا كنت مرن فيها، يعني في اضرابات. نعم انا كنت مرن فيها، بس قلت لهم الخط الاحمر ما بقبل باضراب مفتوح. انا ابن الاداره، يعني سيسر امور الناس قلت بالاقل اريد تسيير المرفق العام عبر مناوبه وحسوب انه اللي جاي يقدم معامله بيك وامك بترضى انه ينهانه؟ ابدا. سير المرفق العام، وعلى مستوى الاداره اريد اداره، حاليا نحن باداره ازمه والاداره بدها تكون مرنه، اريد اداره بالانتاج، ما بدي اداره شكليه، بدي ناتج العمل. مهم كثير. نعم طبعا، لانه دائما منروح بس تحكي قطاع عام انه ساعات من دون عمل. لا يا ريت هيدي بتصير معممه، اريد انتاج واكثر من هيك، يمكن بساعه تنتج اكثر من 10 ساعات قاعد 100%. وشو عملت ايضا؟ جيت لقيت في كثير بالوزاره مواهب
أنا عملت مذكرة يمكن مش صايرة بتاريخ الوزارات بلبنان، عملت مذكرة غريبة. شو هي المذكرة؟ طلبت من كل موظف في الإدارة المركزية وفي الفروع مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، أنا مستعد أن أتقبل منكم أي اقتراح أو أي فكرة أو أي إبداع أو أي مشاركة حتى استفيد من كل من الموجودين في الإدارة. تسلسل إداري، بدون تسلسل إداري، لأنه هيدا كتير دارجة يعني ممنوع تخاطب وزير بدك تمرق بمئة مدير. لا، في شيء رسمي بيمرق بس هاي بدون تسلسل إداري. بيقبل يجي أي موظف، أي موظف في وزارة العمل في الإدارة المركزية وفي الفروع بيوجه لي إياها مباشرة، ما عندي أي مشكلة. كتير حلو هيدي، لحتى وجدت كتير مواهب بمستوى المعلوماتي، وجدت كتير ناس جادرين بمستوى المعاملات الإدارية. بيكون في مكافآت من دون قصة يعني بنعرف بالدولة بتصير فئات والمعاشات هي ذاتها للكل، حتى لو واحد ناجح وواحد أنجح بس خلص الدولة محددت له معاش. في شيء مهم عملته، البطاقة الوظيفية عمليا. تعي أنت شو دورك؟ انت دورك هذا الملف، تعي هذا الملف استلمي، بس تجيني معامله مرتبطه بهذا الملف ببعت وراك. كثير منيح. بس تجيني معامله مع فلان ببعت وراه، انت استلم ملفك. يعني ملفك. قرارات تحفيزيه. قرارات تحفيزيه، ليش؟ لانه عندنا ضعف بالموارد الماديه، ماذا يتبقى لك؟ يتبقى لك الانسان. بالصين في مثل كثير حلو، بالصين في مثل كثير حلو بقول اذا اردت ان تستثمر لسنه ازرع قمحا بيطلع بسنة، إذا أردت أن تستثمر لسنوات ازرع شجرة، سنوات بيطلعوا الثمرة. أما إذا أردت أن تستثمر للأبد استثمر في الإنسان. هذه هي المراهنة إن شاء الله. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. إلى حلقات مقبلة إن شاء الله بنكون عم نحكي عن نتائج ملموسة. نتمنى الخير لكل الناس ولهالبلد، ودعوة كلنا سوا نتساعد لهذا البلد، وكفانا بقى حرتقات وكفانا منكفات. خلينا نتفق لصالح بلدنا. وخاصة بهول يومين صدر كلام مسيء. ما فتنا بتفاصيله، قلنا خلينا نكون عم نحكي بشي مفيد. ما فتنا وما بدنا نفوت، بس انه حرام هذا لبنان، يحتاج لبنان وخرج، ومنستاهل انه يكون عنا وطن كتير حلو وعنا كل المقومات ان شاء الله. شكرا لك واهلا وسهلا فيك وزير العمل مصطفى بيرام، والى لقاءات مقبلة اذا الله بريد. شكرا لكم مشاهدينا لحسن متابعتنا، الى اللقاء.